صعب تعيد اللقطة هناخد مع بعض الناس ولو لمرة نجوم في السماء لما تعرفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش انه يجازف والباقي بقى انت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش الخوف مكان واستماع نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء هيثم ازيك؟ الحمد لله تمام. جاهز لمغامره النهارده؟ ان شاء الله يعني بجهز اهو. طيب مبدئيا مغامرتنا محتاجه قلب جامد جدا وعشان نبداها لازم تاخد تاشيره المغامر فهنسالك شويه اسئله عشان نشوف انت قد ختم المغامر والمغامره كلها ولا لا. انت جيت لي في ملعبي. لما انتوا طيب اوكي انت بتصنف نفسك شخص مغامر ولا حريص شويه؟ مغامر يعني الى حد ما مغامر بجد؟ اه طبعا. كل ده مغامر؟ انت بتخاف من الطيارات وبتعمل حاجات كتير قوي مغامره. ايوه بس بسافر يعني هي بخاف من الطيارة بس بحب السفر جدا. شايف ان فكرة الأبوة دي مغامرة صعبة ولا سهلة؟ هي هتبقى سهلة على يعني اللي عارف يتعامل معاها او اللي مخطط لها كويس او بيتعامل صح مع التربية وبيسمع للناس اللي حواليه او الناس اللي سبقوه في المغامرة دي. فانا بصراحه انا شايفها سهله جدا عليا بصراحه وبتعامل معاهم هم يمكن عشان كمان ملامحي الطفوليه شويه هم حاسين ان انا يعني مش ابوهم يعني ومبدئيا كمان هم بينادوا لي هيثم من ساعه ما اتولدوا هم بيقولوا لي هيثم ما بيقولوش اي مسمى تاني. اوكي فانا صاحبهم طول الوقت يعني. اوكي ممكن تغني لنا اغنيه بتعبر عن احساسك دلوقتي؟ اهون عليك وتهوني يا ليالي يا حبيبي فين الوعد الغالي وعايش لمين من بعدك تاني كان مالي بيك كان مالي. هتتبسط والله صدقني. اوكي دلوقتي احنا خلصنا اسئله هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بالفي ار تيست ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام. طب هما دول سبقوني انت لسه ما صوتش حاجه بس خلي سرع 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 بايدك الاثنين. هي ليها تكنيك ولا اي حاجه انت خليك اقعد كده صح زي ما انت. ايوه بره بقى دي اللي هي نشوف ايه اللي هيحصل معاك فيها ربنا يستر عليك. بنلبس فيها كل مره دي يعني. طب هيثم بعد دي ار تيست انت مغامر بنسبه 78% بس. ايوه بس لسه هنشوف لما نطلع فوق ايه اللي هيحصل. اه هو لسه عشان الحاجات التانية لسه. اللي هتحصل دلوقتي انت هتاخد باسبورك وهتسلمه لهم هناك. حلو اوكي بس قبل ما تمشي عاوزينك تسجل فويس نوت مش هنسمعها الا لما تنزل هناك. ماشي اتفضل. دينا قبل ما ننطلق على مغامرتنا عاوز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي حالا عشان يعيش معاك المغامره. ممكن ولادي لان انا احنا متعودين اي حاجه جديده نعملها مع بعض. ممكن تكلمهم دلوقتي فيديو كول وتعيشهم معاك جو المغامره كله. اوكي ماشي يلا يلا بينا. الو هاي الو ازيكم؟ عاملين ايه؟ انتوا عارفين انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه؟ هعمل سكاي دايفنج. والله؟ هيثم ما انت بتخاف من كده. ايه حبيبي؟ انتوا عارفين انا هنط فين؟ فين؟ هنط في الغردقة. هنطلع الأول بالطيارة ونتفرج على الغردقة كلها من فوق. دي حاجة طبعا أكيد ممتعة. وبعدين هننط فوق جزيرة اسمها جفتون. دي من أحلى الأماكن في الغردقة وأنا متحمس جداً إن شاء الله. ولو
انبسطت، وانا متاكد ان انا هنبسط ان شاء الله. اوعدكم المره الجايه هاخدكم معايا. اوكي ان شاء الله. احبكم. احنا كمان. باي باي. نجوم السماء، نجوم السماء. يلا نعمل سويتش اون للايربلان مود، وقول لي ايه اكتر ثلاث حاجات بتخاف منهم؟ الطياره اصلا. التعبين. الكهرباء. في العيب استخدم اوبشن الايربلان مود بره الطياره، يعني تقفل موبايلك عشان محدش يكلمك. طبعا الاوقات اللي ببقى مخصصها ان انا اقضيها مع الاولاد. طب لما اكتر اكله بتحبها له الايس، ايه اكتر اكله مش بتحبها؟ ايه اكتر اكله مش بحبها؟ لا ما فيش حاجه معينه. ليك في الرنجه والفسيخ والحاجات دي؟ لا طبعا صحيح. ما هو اللي بيحب الاس اكيد مش هيحب انه في سيخ. اوكي دلوقتي هسالك سؤال، لو جاوبت عليه في 3 ثواني ممكن ما اخليكش تنط عادي. بجد؟ لو جاوبت عليه. مين بتحب اغانيه اكتر، حمايه ولا تامر حسني؟ يلا الطياره هتطلع امتى؟ هما الاثنين. هنط برضو بس لا، اجابتنا على السؤال والله بجد هما الاثنين بحب اسمع لهم جدا، وهما الاثنين صحابي واخواتي وعشره عمر ومواقف وذكريات كتيره جدا. شوفك تحت بقى ان شاء الله. ان شاء الله ادعي لي بس. انا مش مصدق ان انا عملتها. احلى يوم في حياتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه الاخبار، مبسوط جدا؟
جدا جدا. شفت مصر من فوق جزيرة الجفتون؟ شفت كل حاجة. هتجرب السكاي دايفنج تاني؟ بص أحلى حاجة عملتها في حياتي. طيب أسألك سؤال، حفلة لايف لأنغام واحدة لشيرين، هتحضر واحدة بس، هتختار مين؟ أنت بتقول إيه؟ قول لي في أغنيتك خليك جنبي، قلت كام مرة خليك جنبي في الأغنية؟ أنا عايز اللي يبقى جنبي دلوقتي، بس أنا عايز أقول بلدنا حلوة جدا 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 جدا، المنظر من فوق حاجة سبحان الله، يعني حاجة يعني أنا ما تخيلتش إن المنظر هيكون كده، وما تخيلتش إن الموضوع ممتع بالشكل ده بصراحة. أنا كنت خايف جدا بصراحة في الأول، بس أنا هعملها تاني وتالت وعاشر إن شاء الله، يعني لو الواحد ربنا اداله العمر. يعني نجوم السماء، نجوم السماء. نجم السماء هيثم شاكر، اهلا بيكم، منور جزيره الجفتون. اهلا بيكم، منور باهلها. مبدئيا كده قول لي، انت جربت سكاي دايفنج قبل كده ولا دي اول مره؟ لا بصراحه دي اول مره يعني، وانا ما كنتش متخيل ان انا انبسط كده بصراحه. قول لي يا هيثم، لو هتبعت رساله لاصحابك كلهم وعايزهم يجربوا السكاي دايفنج ويجوا جزيره الجفتون، هتقول لهم ايه؟ اقول لهم مفيش مكان احلى من كده في العالم كله ييجوا يجربوا فيه السكاي دايفنج بصراحه. يعني انا المنظر من فوق بتدريجة ألوان البحر، بالجبال، بالشط، بالرملة، حاجة فوق الخيال بصراحة. طب قولي، قريت عن جزيرة الجفتون حاجة قبل ما تيجي؟ مالديف الشرق الأوسط يعني. الله، حلو. وفيها طائر مهم جداً. طائر مهم جداً؟ النورس. برافو عليك. شفت كتير منه وأنا نازل كمان. صوت من السماء ونزل على الأرض النهاردة، نورنا في حلقتنا. عايزين نسمع الفويس نوت ونشوف حالتك قبل الطيارة زي بعد الطيارة ولا لأ. لا انا عايز اقول لك كويس ان انا الحمد لله نزلت بالسلامه عشان امسح الفويس مسج الفويس نوت دي، علشان يعني لو كنت بعتها كنت خسرت كتير. طب ممكن نسمعها؟ يلا نسمعها. دينا، ازيك؟ يا رب تكوني بخير. هتلاقي في درج الكومود في ورقه فيها جميع الباسوردز بتاعت كل حاجة تخصني وحساب البنك وكل حاجة، يعني عشان أنا هعمل حاجة خطر قوي من الحاجات اللي أنا كان نفسي أعملها واللي كنت كاتبها في الليستة بتاعت الحاجات اللي أنا نفسي أعملها في حياتي يعني، فأنا رايح أعملها دلوقتي، فمش عارف هترسى على إيه، فإن شاء الله خير بإذن الله. في قلوبهم وبتحبها.
وتمشي في أرضها تل آخر وطيبة. هنا نجوم السما في بلدي ولادها منورين فيها، ده نورهم خير على طرابة ومحليها. عشان